السلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حصيلة ضحايا زلزال الحوز في الارتفاع، والمنتخب المغربي يتبرع بالدم بأكادير. إليكم التفاصيل. في حصيلة جديدة للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 وحدد مركزها بجماعة إغيل إقليم الحوز، أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل أن عدد الضحايا بلغ إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يومه السبت حصيلة 1037 قتيلا. وكشفت وزارة الداخلية أن عدد المصابين بلغ 1204 إصابة، من بينها 721 في حالة حرجة. وفي هذا السياق همت حالات الوفاة 9 عمالات وأقاليم، حيث تم تسجيل 542 حالة وفاة بإقليم الحوز، و321 حالة بإقليم تارودانت، و103 حالة بإقليم شيشاوة، و38 حالة بإقليم ورزازات، وحالة واحدة بتنغير. وفي حين لم يتم تسجيل أي حالات جديدة بالنسبة لعمالات وأقاليم مراكش، الزلال، أكادير، الدوتنان، الدار البيضاء الكبرى واليوسفية. هذا وتواصل السلطات العمومية تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلفات البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة بتقديم العلاجات اللازمة. زلزال مدمر تسبب في إحداث دمار واسع بعدد من القرى بمرتفعات جبال الأطلس قرب مدينة مراكش، وأتى على قرية بأكملها بمنطقة إمليل، وانهارت عدد من المباني السكنية متحولة إلى ركام وغبار في مشهد صادم، وفق ما يوضحه فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات قنوات عالمية وعربية. تؤكد وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس وتتم في ظروف جيدة، فإنها توجه تحية اعتزاز وتقدير للساكنة المحلية على حسها الوطني العالي وتضامنها الكبير من أجل تجاوز أثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة لهذه الغاية من قبل جميع المصالح المتواجدة بالميدان. وانطلقت في ساعات الأولى في صباح اليوم منذ لحظة وقوع الزلزال بمدينة مراكش وبإقليم الحوز عمليات الإنقاذ في سباق مع الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وتبحث فرق الإنقاذ المزودة بالآليات اللوجستيكية بين الأنقاض لرصد أي حركة تكشف عن وجود أشخاص عالقين تحتها أو حتى جثث الضحايا. وفي هذا الصدد أفاد مصدر موثوق أن عناصر المنتخب الوطني المغربي تبرعوا بالدم اليوم بأحد المراكز المخصصة للتبرع بالدم بمدينة أكادير بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كانت مبرمجة بملعب أدرار مساء اليوم السبت. ولقيت مبادرة التبرع بالدم ترحيبا كبيرا في وسط الأوساط الرياضية، وهي المبادرة التي تعتزم عدد من الأندية القيام بها خلال اليوم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب أمس عدة مناطق من المغرب. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يوم السبت 9 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وعبر عناصر المنتخب الوطني المغربي عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب ليلة أمس عدة مناطق من المغرب عبر خاصية ستوري إلى جانب عدد من الأندية الأوروبية والعالمية. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في حدود الساعة الواحدة، وقال النجم حكيمي عبر حسابه انستغرام: نعيش أوقات صعبة وتفكيرنا مع عائلات المصابين والضحايا، وعلينا أن نتعاون ونتبرع بالدم ونساهم في إنقاذ الجرحى. أشكركم على المتابعة، وإلى فيديو جديد بحول الله.